أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن الاهتمام بالشباب والعمل على تدريبهم يحل أولوية بارزة ضمن اهتمامات المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسياسته الرامية إلى تنفيذ الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في العمل على تأهيل الشباب وتزويدهم بكل الإمكانات لإفساح المجال أمامهم لإطلاق طاقاتهم نحو مواصلة عملية البناء والتحديث، داعيا سمو الشباب البحريني إلى المشاركة الفاعلة في مدينة الشباب 2030 والاستفادة من برامجها التدريبية. النسخة 10 من مدينة الشباب 2030 انطلقت هذا العام بخطط وبرامج جديدة وبتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة، وتعتبر مدينة شباب 2030 في النسخة 10 مكانا مناسبا للتركيز على مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، والتي ستحمل شعار بحريني وأفتخر، انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في إطار الاهتمام بتعزيز المواطنة والانتماء للوطن، وذلك عبر تدريب الشباب وتأهيلهم بطريقة متميزة عبر 100 برنامج من بينها 19 برنامجا جديدا في 5 مجالات، وتجعلهم نماذج فاعلة في المجتمع وقادرين على الدخول في سوق العمل متسلحين بالعلم والمعرفة والتدريب الاحترافي الذي توفره لهم مدينة الشباب. فسموه وجه بأهمية تخريج أفواج من الشباب يمثلون الواجهة المشرقة لنمو وازدهار المجتمع البحريني، والذي تقع على عاتقهم مسؤولية عظيمة في تكوين المخزون الحضاري للمملكة وصياغة مفردات تطورها. طبعا هالسنة احنا دخلنا برنامج التأليف، ففن التأليف الكتابة، بس غير عن الكتابة والتأليف، وبما أن هاي خلينا نقول من إحدى الفنون النادرة أو ما عندنا الكثير منها في البحرين حاليا، صناعة الأفلام وصناعة الفيديوهات مو بس حاليا يعني مركزين احنا على التلفزيون، بس احنا هالسنة بعد دخلنا موضوع اليوتيوب، بما ان اليوتيوب بعد منصة جديدة ممكن حتى الشباب يطلع مدخول مالي من وراها. اول شيء احنا ابتدينا من الشباب، من يعني الشباب اللي الحين عندنا ابتدوا عندنا منهم اعمارهم صغار، على مر السنوات شفناهم ان احنا يروحون من مجال لمجال يختبرون قدراتهم من مجال لمجال، شفنا ايش كثر ان هم الحين على هذه الايام اختاروا مكان واحد واستقروا في مجال واحد وابدعوا فيه. البرامج هم اساسا احنا البرامج الجديده اللي حطيناها دائما تكون من اقتراحات الشباب اللي عندنا واقتراحات الاهال، يعني كل ما نفتح برنامج جديد نشوف الاقبال عليه اكثر واكثر. مدينه شباب 2030 ضمت خلال النسخ الماضيه العديد من المشروعات الشبابيه الواعده، منها الفنيه والاعلاميه والتقنيه، والكثير من البرامج الهامه باعتبارها مبادره عمليه لتحقيق الرؤيه المطلوبه في تاهيل وخلق جيل شبابي بحريني يملك كل المقومات والمؤهلات اللازمه للتنافسيه كاحد اهم معايير رؤيه البحرين 2030، وتسهم في خلق الكوادر البحرينيه المؤهله للمشاركه بفاعليه في مسيره التنميه الشامله للمملكه. فالشباب هم الثروه الحقيقيه للمملكه لمواجهه تحديات المستقبل وتوفير البيئه المناسبه لتزويد الشباب البحريني بمهارات تساهم في تسهيل دخولهم الى سوق العمل بكل ثقه وقوه. رأي مدينة الشباب إنه هو مكان مفيد وشيء زين، اللي ما عنده شيء يعني يقضيه في البيت أيه مدينة الشباب حق يعني يتعلم شوي يستفيد شيء. مدينة الشباب يعني يوم جيتها استفدت وايد أشياء، وأنا الحين مسجل مسرح ومع أستاذ فهد، يعني وايد استفدت أشياء وما أقدر أوصفها. الاهتمام البالغ الذي يحظى به شباب البحرين من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، جعل الشباب ضمن الأولويات البارزة باعتبارهم يمثلون حاضر البحرين وكل المستقبل وثروته الحقيقية. فالشباب البحريني يعتبر جزءا أصيلا من التنمية المستدامة التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات، ومخرجات مدينة الشباب 2030 على امتداد السنوات التسع الماضية والنماذج الشبابية المشرفة التي استطاعت تأسيس مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال كانت مصدر فخر واعتزاز وتشجيع على أن تواصل المدينة مسيرتها في النسخة العاشرة.